تم مصادرة أملاك أملاك الوالد تبعه، وهو كان يطالب بحقوقه اللي المفروض إنه ما يطالب بها، بعد ما تم تضييق عليه وعدم إعطائه حياة كريمة، كان يحاول على مبدأ أعمال حرة، وبعد كذا وقع في الفخ. هذا اللي أنا حضرته، هذا اللي أنا شفته. سبب إبعادهم عن الحكم إنه لأن من ضمن المخربين واللي كان جدهم الشيخ أحمد بن علي الله يرحمهم أجمعين كانوا بيحكموا، كانوا من أحد أمراء دولة قطر. هم اعتقلوه كذا مرة، الحمد لله أنا عندي حماية من الشرطة الألمانية، وهي مبنية على ملاحقتي في جنيف من طرف أشخاص تبعثهم السلطات القطرية، تم تقييمها من الشرطة الألمانية ومن المتخصصين في هذا المجال، وقيموا إنه لازم يكون في حماية لي، لأن هم كان تهديد واضح جدا، ملاحقتي في مكان سكني، ملاحقتي